أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه الطيبين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه الطيبين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين الآخرين نبينا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن حاشم صلى الله عليه وسلم الفاتح هذه نبى الذكرى. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر ربي وبسيئات غفرانا وتقبلها منا إنك سميع الدعاء. فاعلموا أنه لا إله إلا الله.
محمد رسول الله 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 محمد رسول الله
محمد رسول الله. 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 محمد رسول الله.
ادخلوني الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أخبرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا هذه جهنم التي كنتم تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغفرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله أكبر. لا
لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله رب العالمين وتمت كلمة
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. وعليه منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من القرآن العظيم. وأوصل اللهم ثواب ذلك وثواب مثل ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخوالنا وخالاتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأزواجنا ومحبنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ومن ظلمناه أو أسانا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن قصدنا هذه القراءة لأجلها وسببها المرحومة سيدة مرضية بنت هوى وأنت أعلم بنسبها وأصولها وفروعها وهواشيها اللهم اجعله فداء لها من النار اللهم اجعله فداء لها من النار اللهم اجعله فداء لها من النار اللهم اجعله فكاكا لها من النار اللهم اجعله فكاكا لها من النار اللهم اجعله فكاكا لها من النار ومن أباب القبر ومن أهوال يوم القيامة واغفر لهم وارحمهم واجمعنا معهم في دار كرامتك مع مستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم وإلى خضر حبيبنا شرفنا مولانا محمد مصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة للنبي والصحابة الكرام. اللهم أعز وعشتها وارحم غربتها ونفس قربتها
والنور والفساد والسرور واللهجة الحضور والصفة على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على الدوام.